تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30، والذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الأندية تترقب نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال ظهر الأربعاء، ونجران يعبر الفيصلي إلى نصف نهائي الخليج. حسين عبد الغني يؤكد عبر كورة: قلت لرئيس النصر لا تتردد. محمد نور إضافة كبيرة. الهلال يتوعد بالثأر من العين الإماراتي. والأهلي في مهمة تأكيد الصدارة على أرض الغرافة. رئيس التعاون يحذر من الوحداويين، واللجنة التنظيمية تكلف الحكام السعوديين لضبط المواجهات الخليجية. هذه عناوين الحلقة. فهد يبغى يتكلم عن المباراة، بنخلي المباراة فهد وعبد الكريم هم ضيوف حلقة اليوم. هلا وسهلا فيكم، مرحبا فيكم. خلاص خربنا، خلاص بعد فيها هم ضيوف حلقة اليوم. ينضم معنا ان شاء الله عثمان القصبي بوقت لاحق، يتأخر الإرسال. وطبعا متفاجئين من مباراة الفيصلي ونجران، انه فاز نجران وفي مباراة من كم يوم انهزم 6 من الفيصلي. هذا التعليق راح نسمع ان شاء الله وقت ما نتكلم عن المباراة عشان المشاهدين، بس هم يعني مستغربين كيف صارت النتيجة وهم هزوم الاسبوع اللي راح بستة اهداف. بنشوف اخبار شوت، بعد اخبار شوت راح اكلمكم عن زيارة جميلة لجامعة الامير محمد بن فهد اللي انا شايل شعارهم اليوم. نشوف اخبار شوت. في حضور أحمد عيد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعقد عند الثانية من ظهر بعد غد الأربعاء مراسم قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال للموسم الرياضي 1433-1434 في مقر الاتحاد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض. ووجهت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الإعلامية الدعوة لجميع رجال الصحافة والإعلام المهتمين برياضة كرة القدم وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية لحضور مراسم القرعة التي ستعقد بمشيئة الله في حضور رئيس اتحاد الكرة وممثلي الأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال التي ضمنت التأهل لها أندية الفتح والهلال والشباب والنصر والأهلي والاتفاق والاتحاد. ذكرت تقارير إعلامية أن الدولي المصري حسني عبد ربه المحترف في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم خضع اليوم في مصر لعملية جراحية لعلاج قطع رباط الصليبي الذي تعرض له تحت إشراف الأخصائي الدكتور أحمد عبد العزيز. وأشارت التقارير إلى أن عبد ربه تجاوز الجراحة بنجاح في الوقت الذي ينتظر فيه أن يقضي فترة التأهيل في مصر تحت إشراف علاء شاكر أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي للمنتخبات المصرية سابقا. وكانت عملية حسني عبد ربه قد حظيت بمتابعة مستمرة من قبل أصدقائه ومحبيه داخل وخارج مصر، حيث تواجد في المستشفى إلى جانبه كل من سمير عدلي مدير المنتخب المصري والدكتور طارق سليمان طبيب المنتخب ونجم الإسماعيلي عمر جمال بجانب حارس المرمى محمد فتحي، في الوقت الذي أجرى فيه المدرب بوب برادلي مدير الفني للمنتخب المصري اتصالا من إيطاليا بكل من وليد مهدي المنسق العام للمنتخب المصري والدكتور طارق سليمان للإطمئنان على نجاح عملية عبد ربه الجراحية. أكد رئيس نادي التعاون محمد القاسم أهمية لقاء فريقه أمام فريق الوحدة في ختام دوري زين السعودي للمحترفين، ووصفه باللقاء المصيري والحاسم، وقال أنه يجب الإعداد له بشكل خاص. وبين القاسم أن من يرشح التعاون للبقاء قبل خوض اللقاء مخطئ، مؤكدا أن فريق الوحدة جيد والنتائج الأخيرة التي حققها خير دليل، بما فيها الانتصار الذي حققه على فريق الفتح بطل الدوري والذي يعتبر بمثابة جرس إنذار قبل اللقاء. وتطرق رئيس نادي التعاون إلى حظوظ هجر في البقاء بقوله: فريق هجر ما زال متمسك بالأمل، وهو الآخر فريق منظم ولن يستسلم بسهولة، وإذا أراد التعاون الخروج من الحسابات المعقدة فعليه تحقيق الفوز فقط، وهذا لن يتحقق إلا بتضافر الجهود جميعا، ويأتي أهمها الحضور الجماهيري الذي يشكل رقم واحد بالنسبة للتعاونيين.
مبديا ثقته بأن جماهير التعاون لا تحتاج إلى دعوة. وطالب القاسم الجماهير التعاونية إلى عدم الانجراف خلف الشائعات التي تظهر بين الفترة والأخرى، مؤكدا أن إدارة نادي اتخذت الشفافية منهجا لها منذ استلامها زمام الأمور. وعلى صعيد ذي صلة بحسابات الهبوط، رفع المصري طارق يحيى مدرب فريق هجر الأول لكرة القدم درجة استعدادات فريقه لخوض آخر لقاءاته أمام الشباب السبت المقبل في ختام منافسات النسخة الحالية من دور زين السعودي للمحترفين. وعمد يحيى خلال التدريبات على رفع المعدل اللياقي إلى جانب انتهاج أسلوب التمريرات السريعة في المساحات الضيقة إلى جانب التسديد على المرمى. وعلى الرغم من وقوع هجر في موقف بالغ الخطورة، إلا أن التدريبات شهدت حالة استنفار قصوى في إشارة لتحقيق نتيجة إيجابية، في انتظار ما إذا كانت نتيجة مواجهة التعاون والوحدة ستخدم الفريق. كلفت اللجنة التنظيمية لكرة القدم بمجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس لجنة الحكام الرئيسية عمر المهنا لتقييم حكام مباراة فريقي الخور القطري وكاظم الكويتي في دولة قطر غدا الثلاثاء ضمن منافسات البطولة 28 لأندية مجلس التعاون الخليجي لكرة القدم. كما كلفت اللجنة طاقم تحكيم دولي سعودي لقيادة مواجهة فريقي الخريطيات القطري والاتحاد العماني في دولة قطر، والتي ستقام بعد غد ضمن منافسات البطولة نفسها، حيث سيتولى حكم الساحة عبد الرحمن العمري مهمة إدارة المواجهة، ويساعده مؤيد الصايغ مساعد أول وأحمد فقيه مساعد ثاني، وصالح الهذلول حكم رابع. كانت هذه أخبار شوت. قبل ما نتكلم عن أخبار شوت، تشرفت وسعدت الحقيقة بالأمس بزيارة جامعة الأمير محمد بن فهد في المنطقة الشرقية، والواحد والله لما يروح لأماكن زي هذه يفخر أنه هذه الأشياء موجودة في البلد. يعني شرفوني أمس وانضميت معاهم لعضو فخري للنادي الإعلامي بالجامعة، وهذا شعارهم، وأهدوني إهداء بسيط وجميل وقيم اللي هو قلم الجامعة محفور عليه اسم الجامعة وصور للجامعة وشعارها. أعتز كثير بهالهدية، يعني عادة في دروع وبس، لكن هالجامعة قدمت شيء مختلف في هديتها. جامعة الأمير محمد بن فهد واجهة تعليمية مهمة، يعني أزعم أنه أي وفد يبغى يزور البلد ويشوف صروح تعليمية محترمة، يعني أنا أتوقع أنه يحطون جامعة الأمير محمد بن فهد في المقدمة، والوفد أكيد راح يذهل، كل شيء إلكترونيكلي كمبيوترايزد، السيستم عالي، نظافة، قاعات جدا محترمة، في كل شيء ممكن تتوقعه للشاب، غير التعليم الراقي والمناهج الحديثة والمحدثة. يعني ممكن واحد يدرس في نفس الكلية 2008 يجي السنة اللي بعدها 2009 يلقى منهج مختلف عن اللي درسوه قبل بسبب التحديث المستمر للمناهج. أبو يزيد ما يسكر الجوال. كل شيء موجود للشاب متوفر في الجامعة، ألعاب بلاي ستيشن، إكس بوكس، الوي، ملعب كرة قدم، مكتبات، صالات رياضية، المطاعم من أرقى المطاعم اللي تشوف، خدمة راقية، تشعر فعلا أنت في مكان تعليمي محترم. وعندهم بعد شيء أكثر من جميل، حاطين من السنة اللي راحت أو الترم الماضي حاطين قاعات مخصصة للصم، يدرسون نفس مناهج الطلاب العاديين، ويعني تفاعل ممتاز ورسوم مدفوعة للطلاب وللطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة. جامعة جدا راقية، تشرفت بزيارتها، أتمنى أنه أزورها مرة ثانية، أتمنى أنه أي أحد يدرس في الجامعة يثمن ويقدر المكان اللي كان فيه. خلينا نشوف تقرير. كنا نتمنى أنك سويت تقرير عنها. الحين راح نشوف تقرير زيارة عن الجامعة. والله على كذا ما هو واقف تركي بنط، هيدعونك كل الجامعات ترى. والله الجامعات إذا كانت الجامعات بالعكس الواحد يسعد إنه يظهر. والله إذا كانت الجامعات بهذا الشكل في البلد الواحد فعلًا يتشرف. يعني واحد، يعني أنا قاعد أتمنى إني أرجع لأيام مقاعد الدراسة. شيء راقي، تدخل المكتبة الإلكترونيكلي، يعني تطلب الكتاب، شيء راقي جدا جدا جدا. أهم شيء في أي بلد التعليم والصحة.
صحيح. إذا التعليم بهذا الشكل نقول لكم تعظيم سلام. خلونا نشوف التقرير بسيط كذا جبناه عن الزيارة والأشياء اللي صارت. يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قاعدة منهج حياة. لا تقول خلونا نحارب التعصب. أنا أبغى حارب التعصب اللي داخلي. هتعرف تسوي زي نادي الوحدة قبل كم يوم لما الفتح أخذ الدوري وقفوا وهم نازلين درجة أولى يوقفون يقولون الفتح ألف مبروك. مين يقدر يسوي كذا في الدوري كله؟ مين يقدر ينزل درجة أولى يروح للنادي بطل الدوري يوقف ويقول له ألف مبروك؟ تقدرون تسوونها أنتم؟ هلالين ولا نصراويين ولا اتحاد العلاوين يدخل الفتح بطل الدوري وتصفقون لك؟ التغيير يبدأ من الداخل. التغيير يبدأ من الداخل. على طريق الفتح شوف عبد العزيز العقاني والله مهتم في كثير من القضايا ما عمرك سمعت له تعريف. ما حد يخليك ضعيف، خذ حقوقك لكن بالأدب. تأدب مع الناس وخذ حقوقك. ادخل على مدير الجامعة وطالب بحقوقك بالأدب. المطالبة بالحقوق مش معناته إن واحد يكون قليل أدب. بس أنا أتكلم دائما عن ضبط المشاعر بس. أتمنى أن هذه المحاضرة فعلا هذا النوع من المحاضرات اللي فعلا احنا نحتاجها لشبابنا وطلابنا. يعني زهقنا من المحاضرات اللي ما في داعي اسميها، لان احنا نبغى محاضرة تحاكي من القلب الى القلب وتحاكي همومنا وقضايانا، وهذه من القضايا اللي احنا نعاني منها. اتمنى تواجدك مرة اخرى في هذا الجامعة. الله يتشرف. انا بس اللي بقوله واعيد عليه، أؤكد عليكم كلمة مهمة انا قلتها وانت مو موجود. قدروا واستمتعوا وافرحوا بهالجامعه. ترى كان تعليم ممتاز. استمتعوا، عيشوا شبابكم. هذه الزيارة للجامعة أبغى أشكر بس الطلاب والناس اللي كانت مشتغلة على الموضوع. ترى هذا كله عمل طلاب، كلها التنظيم وكل هالأشياء. الجامعة تارك الحرية للطلاب إنهم يسوون أنشطة لا منهجية رائعة، تنظيم وشيء مرتب. بس أبغى أشكرهم لأنهم فعلا كانوا تعبانين في الموضوع. أبغى أشكر مدير العلاقات العامة الأستاذ عبد الرحمن الخلوفي ورئيس النادي الإعلامي ومنسق الزيارة الطالب محمد الموسى، ساهم في التنظيم الطالب هشام المنهالي رئيس المجلس الطلابي وممثل المجلس الطلابي
محمد العتيبي ونادي التطوع، شوف النشاطات، مجلس طلاب نادي التطوع يعني شغل، محمد العمودي وسعد المعجل وبقية أعضاء النادي الإعلامي التطوعي، ومنسق العلاقات العامة محمد فؤاد الدوسري، ومدير نائب مدير الجامعة الدكتور عادل الصالح. أبو يزيد، قبل الرياضة خلينا نتكلم عن الجامعة والطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني الإنسان يسعد أن يكون فيه شباب سعودي بهذا بهذه المنشأة وبهذا المستوى من الإمكانيات وبهذه الكفاءة من المناهج التعليمية والتجهيزات الفنية، لأنه بالفعل إحنا نحتاج إلى أن يكون لدينا يعني استثمار في العقول. صحيح. مع الأسف هناك الكثير من الناس اللي متعلمين ويحملون شهادات جامعية أو شهادات عليا، ولكن يفتقد للوعي، يفتقد للمنطق، يفتقد للمسؤولية، يفتقد للقدرة على تمثيل الشخص المتعلم بشكل صحيح. وهذا هو الشيء اللي أتمنى أن نستثمر فيه على مستوى قطاع التعليم وعلى مستوى الجامعات من خلال النموذج اللي شاهدناه في الجامعة الأمير محمد بن فهد. الشباب السعودي ولله الحمد فيه كفاءات عالية، شفنا في جامعات كثيرة، جمعيات شباب، جمعيات قائمة على جهود الشباب نفسها، يمكن تذكر جمعية يلا شباب وجمعية مدري إيش، فيها نماذج مسعدة ومفرحة، يعني تجعل الإنسان يتفاعل إنه بالفعل إنه ليس يعني إنه عندنا شباب واعي متعلم. السبب وجود مثل هذه الجامعات، مثل هذه البيئة الصحية، مثل هذه المنشآت اللي على مستوى عالي، وطبعا ما يمنع إنه يعني منشأة أهلية أن إحنا نتمنى أن تكون أيضا الجامعات الحكومية بهذا المستوى. صحيح. يعني الجامعات الحكومية في الدول المتقدمة جامعات عريقة وجامعات على مستوى عالي جدا، وإحنا لدينا الإمكانيات ما جعلنا قادرين على أن يعني نقدم نفس. أبو يزيد ما عندهم كشكول كلش على كله 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 بالضبط، يعني ما في شيء اسمه تعال باخذ انا فاتتني المحاضره، الله يخليك فاتتك المحاضره ادخل على الويب سايت خذ المحاضره، يعني شوف شيء جميل بصراحه. تركي يعني مع الاسف يعني انا يمكن قريب من موضوع ما ابغى اتحدث عنه بتوسع، انه لدينا الان في يمكن على مستوى بعض الجامعات او على مستوى وزاره التعليم العالي او على بعض المستوى من يعني يجعلون موضوع الاونلاين موضوع يعني خلينا نقول يقلل من أهميتها، لا يقلل من الشهادة اللي معك مثلا أو المستوى التعليمي أو التحصيل اللي عندك، بينما العالم كله الآن يعني أصبح كل شيء بالعكس. إذا جاك طالب يكتب على الـ على الـ على الكيبورد ويعمل ويرسل مواد للدكتور ويتعلم من خلال هذه، هذا معناته أدفانتج كبير له، أنه هذا على مستوى عالي من الكفاءة والتعليم والتأهيل. وعندنا بعض الأنظمة تحد من وجود مثل هذا المستوى من الطلاب. فالشيء اللي شاهدناه الحقيقة بالرغم أنه ليس كثير، لكن من خلال ما تحدثت عنه ومن خلال أيضا أنا يعني خلفيتي الشخصية عن ما يوجد في بعض الجامعات الأهلية، أعتقد أنه يعني نموذج يجب أن يحتذى. والطلاب اللي في جامعة الأمير محمد بن فهد أنا أسميهم محظوظين وسعداء جدا بمثل هذه البيئة جدا العلمية، ونتمنى لهم التوفيق. وترى إن شاء الله وترى على فكرة فهد معانا، ترى في بعض الطلاب على البعثات على برنامج على برنامج خادم الحرمين، وفي بعض الطلاب اللي ظروفهم المادية من ذوي الاحتياجات الخاصة الجامعة تتكفل تقول تعالوا حياكم الله، يعني في 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 حراك تدخل الجامعة. بعدين أنا دائما المباني اللي مفتحة يعني من كل مكان والشمس تدخلها وتحس بالانتعاش، يعني شفت تحس كذا بروح حيوية وجميلة. موضوع العلم والتعليم من أهم الأشياء، يمكن يعني يعتبر درجة أولى بالنسبة للناس، لأنك أنت تخلق تقدم ناس واعية ناس متعلمة. أنا الحقيقة من أسوأ الأشياء اللي تزعجني لما أشاهد شخص متعلم ويحمل شهادة، لكن لما تناقش معه يمكن لا وعي لا منطق لا مسؤولية، وهذا مع الأسف يعني يمكن نتاج تعليم الحفظ التحفيظ بالضبط. يعني واحد أدرس عشان تنجح يعني عشان تتعلم. على سبيل المثال إحنا لما يكون عندك في الجامعة يعني ممكن أو في أحد مراحل الدراسة تجد إنه معك ناس الصف الأول صامين كل شيء، يصف لك يشك لك الإجابة شك، لكن لو تكلمه كمنطق كفكر كإنسان كشخص مدرك وعنده منطق وعنده عقل وعنده قدرة على تقييم الأمور والحكم على الأشياء تجد أنه لا شيء. هذا الشخص يتحول إلى دكتور ويفتري في خلق الله ويخرج لك نوعية من البشر اللي يعني، ولذلك الإنسان يسعد بوجود مثل هذا النوع. فهد أولا يا تركي ما أبغى أكرر كلام أخوي عبد الكريم، لكن خلني أقول أنك أنت قدوة
للشاب السعودي اللي يدعى ويحتفى فيه الحقيقة وبأمانة يعني. واللي أبغى أقول أنه هذه الجامعة رغم أنها أهلية لكن تعكس من الأشياء الإيجابية. صحيح. إحنا يمكن انصدمنا بكلية الطب اللي سايرة بالرياض وكيف كانوا الأجانب يديرونها ويلعبون على أبنائنا، وشفنا كوارث طلابية للأسف يعني طلعت مشاكل كثيرة حتى أنها تدخلت وزارة الداخلية. ترى ما هي كلية الطب حق جامعة الملك سعود يعني، هذه كلية خاصة. اي انا ده لانه لما تقول كليه الطب انت يروح البال. لا 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 كليه الطب اللي هي العريقه اللي في جامعه الكريم مشكلتها عشان توضح واصله اي عشان ما يحسبونك انك تسيل. فانا اقول لك هذا بالحقيقه بالعكس النموذج، وهذه تدل على انه كثير من الاخوان السعوديين يحبون ياخذون شهادات عليا خارجيه وهي قد تكون غير معترف بها في الجامعات. فهذه نموذج من العلم الموجود عندنا ما شاء الله تبارك الله انه موجود مهما كان فيه هناك بعض الكليات اللي تسيء للعلم. صحيح. وتسيء صحيح. الشيء الثاني حاب أقوله بعد أضيفه قبل ما نروح لأخبار شوت ونتناقش فيها، ترى الجامعة مباني ملتصقة كذا بعض، وبعدين وشو هذا المبنى بتبرع رجل الأعمال فلان الفلاني، هذه الكلية بتبرع رجل الأعمال فلان الفلاني، هذه الكلية بتبرع رجل الأعمال فلان، رجال أعمال يعني والأمير محمد بن فهد يعني عارف تجربة. أنا عن نفسي أنا ما شفت غيرها عشان ما أظلم أحد، لكن تجربة فريدة فريدة بكل التفاصيل من الباب وحتى الباب. أخبار شوت نروح للرياضة شوي. سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال ظهر الأربعاء. أبو يزيد في هالبطولة. والله شفت تركي البطولة ما في شك أنها مهمة وعزيزة وغالية على الجميع، لكن هناك الحقيقة يعني غموض في مسألة يعني على الأقل بالنسبة لي شخصيا في مسألة تحديد المستويات من خلال أنه مشاركة بطل كأس الأمير فيصل للسنة الثانية على التوالي يشارك في البطولة كبطل، في حين أنه ليس هو البطل، البطل هو الفريق تحت 21 سنة. فكيف يشارك فريق يحمل كأس 21 سنة في بطولة مخصصة للأبطال اللي هم أبطال يعني حتى المسمى يعني أنت لما تنظر المسمى أبطال مين يعني، في بطل دوري في بطل دوري وبطل كأس، هذول الأبطال، البقية إلى الثامن كيف تسمي بطل؟ الإشكالية الكبيرة أنه دخول كأس الأمير فيصل وبطل كأس الأمير فيصل يعني هذا كان يحتاج إلى يعني تدخل، وإما أنه يبعد من المشاركة. طبعا أنا لا أتكلم عن الفريق البطل الحالي، أنا أتكلم عن مسمى وسيستم يفترض أنه يكون موجود. بطل الأمير فيصل كان موجود ضمن الأبطال لأنه كان فريق أول، لكن بعد ما تحولت إلى بطولة أولمبية كان يفترض أن تبعد من بطولة خادم الحرمين، يكون عندك من 1 إلى 8 هذا حسب نظام البطولة السائد حاليا. وبالتالي أنا أتوقع أنه الأخوان نسوا ينظرون في هذا الموضوع يدرسونه مرة ثانية، واستمرت كما هي من العام الماضي واللي قبله، والسنة هذه حيشارك كأس الأبطال، لكنها بشكل عام يعني بطولة مهمة. هناك أكثر من حديث عنها تحتاج إلى يعني دراسة وتطوير، إما في آلية المشاركة أن الفرق الأربعة الأوائل يعني ممكن الأول يلعب مع الرابع أو الخامس وهو بطل دوري، يعني افترض من حقه أنه يلعب مع الفريق مثلا الثامن، فليش أنا ألعب مع الأول؟ ممكن الرابع يلعب مع الثامن، وبالتالي هذا تكون أدفانتج لصاحب المركز الرابع. غير معروفة إلى الآن ترى يعني. كيف؟ غير معروفة الآن. لا هم يحدون مستويات. أي. مستوى من 1 إلى 4 هذا مستوى، ومن 4 إلى 8 مستوى، ويسوون قرعة مجموعتين قصدك مجموعتين يسوون قرعة وبعدين تمشي. هذا نظام يعني ما في أي يعني تطوير. يعني أنت تشوف إنه مثلا الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع هذا زي كذا يعني واحد مثلاً. واحد من الأفكار، بس لازم يكون في أفكار حديثة وتطوير، لازم تنظر للعالم كيف شغال، كيف الناس تشتغل، كيف البطولات اللي مثل هذه تدرس، هل إحنا بحاجة مثلا لاستمرار هذه البطولة أو بحاجة لدمج كأس ولي العهد مع هذه البطولة، تغيير مسماها والخروج ببطولة جديدة مع بطولة الدوري بحيث أنها تختصر عليك الشسمة البطولات، يكون لديك بطولة دوري وبطولة كأس وتختصر الفترة الطويلة عندك للموسم أو الفترة الضيقة للموسم اللي يعني دائما تكون رايحة في 3 بطولات. فإشكالية كبيرة، لكن يعني بالتأكيد أن الجميع يتطلع، يعني بس نختم علشان نعطي الفرصة، الجميع يتطلع لهذه البطولة، في يعني ترقب كبير للماستر للقرعة، والجميع الأندية أكيد من 1 إلى 8 لديهم طموح وحاطين آمال على هذه البطولة، وهذا شيء يعطيها يعني متابعة كبيرة وتشويق كبير. فهد
البطولة. أتفق مع عبد الكريم في نقطة كاس فيصل، بطل كاس فيصل، لأن خلني أقول لك لو حقق الوحدة وهبط درجة أولى، كيف تكون نظرة لأنه يشارك بطل كاس فيصل في هذه البطولة؟ نفترض يعني، فأنا أقول إنه هذه يعني مع إنه حق فئة 21 يعني سن 21، أنا أشوف إنه فوز الفتح ببطولة الدوري أعطى هذه البطولة تشوق وأهمية قصوى للفرق الكبيرة ذات الجماهير، بأنه يكون البطولة لها قيمة أكثر. فأنا أشوف أن فوز الفتح ببطولة الدوري صعب وأعطى قوة لهذه البطولة، لأن كثير من الفرق تريد أن تكون بطولة مثيرة. توهج، أنا ما في شك، أنا أعتقد أنها ستكون فيها توهج وحماس أكثر من البطولة، من البطولات السابقة، لأن البطل بطل الدوري الفتح صعب على كثير من الفرق. طيب نروح الفاصل، بعد الفاصل راح يكون معنا حديث الكابتن حسين عبد الغني اللي علق تعليق مطول عن انضمام محمد نور لنادي النصر. التحديات تشتعل بين الهلال والعين لتصفية الحسابات، والأهلي يغزو الغرافة لتأكيد الصدارة. الأندية تترقب نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال ظهر الأربعاء، ونجران يعبر الفيصلي إلى نصف نهائي الخليج. حسين عبد الغني يؤكد عبر كورة: قلت لرئيس النصر لا تتردد، محمد نور إضافة كبيرة. الهلال يتوعد بالثأر من العين الإماراتي، والأهلي في مهمة تأكيد الصدارة على أرض الغرافة. رئيس التعاون يحذر من الوحداويين، واللجنة التنظيمية تكلف الحكام السعوديين لضبط المواجهات الخليجية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية عبد الكريم الجاسر وفهد الغيفي، هما ضيفا حلقة الليلة. نشوف حديث الكابتن حسين عبد الغني اللي أدلى بتصريح مطول مع مراسل برنامج كرة محمد الشهراني، وتحدث عن رأيه في استقطاب محمد نور لنادي النصر. نتابع. كابتن حسين عبد الغني نجم نادي النصر وكابتن نادي النصر، كابتن حسين الكل يتحدث محمد نور قدوم النادي النصر كانت صفقة معيار ثقيل، أول ما أعلن النادي رسميا محمد نور أنه نصراوي في ناس تساءلت، طيب حسين عبد الغني موجود وكابتن نادي النصر ولاعب ثقيل فنيا وتاريخ، أيضا محمد نور لاعب تاريخ وثقيل فنيا، في ناس تبادر في ذهنهم على طول طيب الكابتن مين، ممكن تصير تضارب أدوار في الملعب، كيف راح يكون محمد نور وحسين عبد الغني؟ شوف اول شيء يعني زي ما انت سمعت وزي ما كلنا سمعنا، انا شفت صراحه وتفاجأت بصراحه من الكلام اللي كان يدار يعني في الفتره الاخيره انه محمد نور وحسين عبد الغني وانه امكانيات تواجدهم في فريق واحد. انا محمد نور طبعا لعبنا في المنتخب فتره ولعبنا في كاس العالم، انا ماني شايف هناك اي مشكله يعني من بالنسبه لتضارب الادوار او شيء، انا في الاول وفي الاخير لاعب، محمد نور في الاول ولا في الاخير لاعب، احنا بننفذ الشيء اللي يطلب مننا المدرب داخل الملعب، خارج الملعب بننفذ الشيء المطلوب مننا من الاداره، ما يعني ما انا ما اتوقع انه في تضارب ادوار، في الاول وفي الاخير كلنا هدفنا واحد، هدفنا خدمه الفريق هذا. انا اتوقع لا حسين ولا محمد نور يبحثوا ان هم مثلا المساحتهم الشخصيه بقدر ما يهمهم يعني اسعاد الجماهير ورضا الناس عنا، لانه الناس يعني هذه ما قصرت معنا واحنا المفروض يعني نرد لهم هذا الشيء. لكن انا اشوف انه للاسف يعني في بعض يعني بعض الناس اتكلموا وبالغوا بصراحه ويعني في الوصف،
أنا ومحمد نور نظل لاعبين، ضمن 11 لاعب حيكونوا في الملعب أو ضمن 18 لاعب حيكونوا في الموجودين أو ضمن 30 لاعب في الاستفاء، ما أتوقع أنه حيكون علينا زودة ونقصان يعني، بالعكس. نعم أبو عمر، بصراحة أبو عمر أول ما أنا سألت الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر قلت له استشرت مين، ذكر لي أسماء من ضمنهم حسين عبد الغني. بصراحة يوم سألك الأمير فيصل بن تركي أنت إيش جاوبته؟ والله شوف أنا بدون تردد طبعا قلت له يعني أنا وجهة نظري ورأيي الشخصية أنه أنا أشوف أنه بدون تردد أنه يتم التعاقد مع محمد نور. محمد نور إضافة لنا، أنا أتوقع أن محمد لاعب كبير والكل يعني عارف هذا الشيء. في ناس بيقولوا مثلا محمد نور الآن ما بيقدم مستويات، هذا شيء طبيعي، لاعب كرة القدم ما بيستمر يعني في عطاء واحد، بالعكس يكون يعني أحيانا مستوى متذبذب، أحيانا مو بس لعيبة المملكة ولا لعيبة العرب، كل مكان في العالم وكل يعني اللاعبين مهم مثلا مستواهم ثابت، لكن محمد لاعب كبير وفي لحظة يعيد مستواه، وأنا أتوقع أن محمد يعني محمد حيكون إن شاء الله إضافة للفريق زي ما الفريق زي ما زي يعني زي محمد إضافة للنصر، أتوقع أن النصر إضافة لمحمد نور. قلت للأمير فيصل بدون تردد لا تجيبه، لازم تجيبه بدون أي تردد، قلت له بدون ما هذا أنا أتوقع محمد نور يعني صفقة إذا ما كسبتك ما تخسرك شيء. محمد نور راح يكون إضافة في كأس الملك؟ والله شوف أنا بقول لك محمد نور إضافة للفريق يعني كاس في كأس الملك وغير كأس الملك، حيكون إضافة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يكون دوره في الملعب وخارج الملعب معنا، لأنه محمد يعني لاعب ولاعب كبير أنا أتوقع وتاريخه كبير وطويل، فأتوقع إنه هيخدمنا سواء في الملعب أو خارج الملعب. طبعا أنت تتكلم عن لعبة جماعية، تتكلم عن كرة قدم، تتكلم عن مجموعة داخل الملعب، أنا أتوقع إنه كلنا حنتساعد وبإذن الله تعالى كلنا حنتكاتف لأنه هدفنا واحد، لكن إنه محمد نور ما فيها كلام يعني، وأنا أتمنى إنه يعني التضخيم الأمور يعني إنه مصورين إنه أنا ومحمد نور كاننا أعداء أو شيء، بالعكس أنا محمد نور كان يجمعنا داخل ملعب التنافس حرصنا على الفوز، ممكن في اختلافات بينه وبينه داخل الملعب بيصير أو مشادات أو شيء، أو هذا شيء طبيعي يعني هذا يحصل في كل مكان في العالم، لكن بمجرد الحكم بيصفر كل شيء انتهى، والدليل إنه هنا محمد نور معانا، وأنا أكثر الناس يعني أنا أتكلم عن نفسي جدا سعيد ومن أكثر الناس سعادة إنه انضمام نور معانا. خارج الملعب مع محمد كيف؟ والله بالعكس أنا خارج الملعب على فكرة ترى علاقتي بمحمد نور ويمكن هذا الشيء ظهر حتى بيني وبينك قبل كذا، إنه أنا من الناس اللي أنا أحترم محمد نور جدا خارج الملعب، علاقتي به ممتازة، لكن الناس ما تصدق عاد يعني أنا بقول لك أنا كإنسان طبيعي سواء أي لاعب يعني، إذا أخوي كان بيلعب في الملعب وكان ضدي فأنا ضده في وقت المباراة من انتهى المباراة كل شيء، لكن داخل الملعب أنا ضده طبيعي. عبد الكريم تعليقك. والله شوف يعني أشوف إنه كلام الكابتن حسين يعني منطقي، اللاعبين سبق لعبوا مع بعض، سبق يعني كانوا في المنتخب فريق واحد، وبالتالي وجود نجم إضافي للفريق هو عامل مساعد، فأتصور إنه يعني ما ذكر يمكن يعتبر بالفعل مبالغ فيه، وما حيكون في أي شيء لأن الفريقين اللاعبين فريق واحد، وبالتالي دائما الفريق واحد الجميع يكونون مع بعض، ما تكون فريقين مختلفين هنا ممكن يكون في نوع من الاصطدام والتنافس وكذا والبحث عن نتيجة المباراة، لكن فريق واحد تكون فرصة النجاح الاثنين مع بعض تكون واردة. فهد كلام منطقي وواقعي من حسين، أعتقد أنه أننا نعطي أتمنى يعني من الأندية والجهاز الفني من إعلامنا ما نعطي نسمع كلام الجماهير ونجي نقول هذا بياخذ الكابتن هذا بينهم مشاكل هذه بالأشياء، أنا ما أعتقد أن هذه موجودة يعني. حسين من النوع اللي حماسي، محمد من النوع اللي ما شاء الله قتالي، فتشوفهم أو أيام كان الأهلي والاتحاد كان تشوف هذا من الناس اللي يحمسون أنفسهم من الملعب، لما تشوف قدامك لاعب كبير فتتحمس، فيحسون الناس أنه هذا حق أنه بينهم مشاكل أو بينهم شيء، وهذا بالعكس اللاعب القتالي واللاعب الحماسي يدور من يعني يتلمس فيه أو من يتحرش فيه اللي يعطي أكثر. أعتقد أنه كلامه كان واقعي ومنطقي وما تفرق بين الكابتنية، أتمنى أن التوفيق والنجاح لأخوي محمد بدام من أختار، فأتمنى له كل التوفيق والنجاح في النصر، وأعتقد أن أبو نوران لاعب حماسي ولاعب قتالي إذا حرص كل الحرص على موضوع اللياقة وال يعني اللياقة أعتقد أنه لن ينقصه شيء. طيب خلينا نشوف بطاقة لمباراة الفيصل النجران. ضمن بطولة كأس الخليج للأندية تواجه فريقا الفيصلي ونجران على ملعب استاد الأمير سلمان بن عبد العزيز الرياضية بالمجمع. استطاع مارد الجنوب أن يحجز مقعده في نصف نهائي البطولة بعد أن تغلب على مضيفه عناب سدير بهدفين دون مقابل،
افتتح التسجيل حمزة الدردور عند الدقيقة 70 بعد أن تجاوز دفاعات وحارس الفيصلي، ليتحصل بعدها جهاد الحسين على ركلة جزاء عند الدقيقة 81، تقدم لها وائل عيان ليحرز الهدف الثاني، وبذلك يطير نجران للدور النصف النهائي من البطولة الخليجية للأندية. أبو يزيد، فيصل ونجران اللي كنت متحمسين بدأت والله بالفعل يعني نتيجة مفاجئة جدا. أنا أتوقع بالرغم أن فريق نجران يستحق أن يكون يعني الفريق الفائز، لكن قبل يمكن أيام قليلة 3-4-5 أيام التقى الفريقين وفاز الفيصلي 6 أهداف مقابل هدف، بالتالي أن تكون تلعب العرض كمام نجران وتخسر بهدفين أعتقد أنه تعكس أنه فريق نجران قدم مباراة كبيرة وتفوق على الفيصلي اللي أيضا كان الفترة الماضية يقدم مباريات أكثر ممتازة، شاهدنا أمام الهلال شاهدنا أكثر من مباراة يعني كان يقدم فيها مستويات جيدة. فألف مبروك للفيصلي وللنجران، ونتمنى يعني نعرف إيش السر اللي إيش اللي صار بين مباراة الدوري. يعني إذا كان الفريق نجران اختار أن يريح بعض اللاعبين، الحقيقة ما شفت المباراتين، لكن إذا كان اختار يريح بعض اللاعبين لمباراة الخليجية وبحكم أنه هو في الدوري مطمئن وليس عليه خطورة في الهبوط، فوضع كل قوته في الخليجية بحيث حق إنجاز يصل للنهاية، أعتقد أن هذا تصرف أكثر ممتاز من نجران. أما إذا كانت ظروف المباريات في كرة القدم أنه ممكن فريق اليوم يؤدي جيدا ويكسب وغدا يؤدي مباراة أقل ويخسر، فأيضا نبارك لنجران ونقول الفيصل هارد لك. فهد، أنا أقول أنه الفوز الأول ب6-1 كان أنه الفيصلي لديه قوة ضاربة واستغل كثير من الفرص، وهذه كرة القدم يوم لك يوم عليك. لكن الحقيقة اليوم أنا قريت في كثير من الصحف الرياضية اليوم تصريح المدرب نجران جوكيكا اللي أعتقد أنه كان يتكلم من باب الثقة في فريقه، كان يقول أن النتيجة الكبيرة اللي تحققت لا تعكس مستوى نجران. بالفعل اليوم تأكد أنه لا ما يعكس هذا المستوى. أعتقد أن اليوم كان اعتمدت النتيجة وتفوق نجران على عنصرين مهمين، الأول هي الأخطاء الفردية من دفاع الفريق الفيصلي، إضافة إلى الدينامو المتحرك اللي يرفع من ترمومتر الفريق النجراني اللي هو جهاد حسين، اللي أعتقد أنه لاعب كبير كل ما له يثبت في المباريات الحساسة والقوية أنه لاعب يعني يجعل هناك تفوق للفريق اللي يلعب له. أعتقد أنه قادم المباراة بأحسن مما يكون ويستحقون فريق نجران الفوز، وأتمنى لهم إن شاء الله أنهم يفوزون بهذه البطولة. نشوف المباراة الغد في البطولة الآسيوية، الهلال السعودي والعين الإماراتي، تابع التقرير. ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للأندية، يستضيف ممثلنا الهلال السعودي مساء الغد فريق العين الإماراتي على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. لقاء الحسابات الخاصة بين الفريقين، لا سيما وهما المتعادلان في كل شيء نقطيا وتهديفيا. الفريق الهلالي كان قد خرج من لقائه الأخير أمام الاستقلال الإيراني في طهران بفوز ثمين بهدف دون رد، فيما خسر العين الإماراتي آخر لقاءاته أمام الريان القطري على ملعب الأخير. لقاء الغد سيريح كثيرا الفريق الفائز ويجعله أقرب لدور 16. محليا يقدم الهلال مستويات جيدة رغم تعثره بالتعادل أمام فريق التعاون في آخر لقاءاته بالدوري السعودي، فيما يدخل الفريق العينوي مساء الغد بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه لقب الدوري الإماراتي هذا الموسم. وينتظر من جماهير الأزرق أن تقف مع فريقها وتؤازره بشكل فعال لتكون سندا للفريق في طريقه نحو التأهل للدور القادم من البطولة. عبد الكريم، الهلال والعين، ايش تبي تقول بكرة لجمهور الهلال؟ والله شوف، هي مباراة مصيرية للفريقين، يعني مباراة مفترق طرق، التأهل في مباراة الغد متاح لأي فريق،
اللي يكسب سيتأهل بصفة تقريبا شبه رسمية بغض النظر عن المباريات القادمة، وبالتالي كل فريق يعرف أهمية النقاط الثلاث. الوصول للنقطة رقم 9 يعني عامل مهم جدا، أنه أنت خلاص دخلت بالفعل يعني للترشح للدور الثاني وفقا لنتائج المباريات الباقية، يعني يكون لديك فرصة أنك إما أول أو ثاني. ولذلك الفريق الهلالي بإذن الله أنه يكون يعني حاضر في المباراة، والثقة موجودة، الإصرار كبير، الأمل أيضا كبير أنه إحنا نقدم مستوى يماثل المستويات اللي شاهدناها في إيران وفي مباراة الاستقلال الأولى وفي مباراة الريان. فريق الهلالي في البطولة الآسيوية الحقيقة يعني يقدم هذا الموسم يعني لا أقول أنه يقدم مستوى عالي، ولكنه يقدم كل إمكانيات الفريق، بمعنى أن الفريق يقدم أقصى ما لديه، وهذه هي نقطة مهمة جدا، أنه لما تقدم أقصى ما لديك إذن أنت يعني أمام الجميع تكون في حل، اللاعب يقدم كل اللي عنده، وبالتالي التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا يعني سعيدين بالمستوى اللي ظهر فيه الهلال في المباريات الماضية على المستوى الآسيوي، يعني باستثناء مباراة العين اللي في اذا جات بعد كأس العين. ايش اللي يؤرقكم ليله المباراه؟ انت كعضو مجلس اداره ايش اللي تفكر فيه اكثر شيء؟ والله انا افكر فيه ان اهميه يكون في حضور جماهيري كبير، لكن على صعيد المباراه انا الحقيقه يعني عندي ثقه كبيره جدا جدا، واكاد ان شاء الله اجزم انه الفريق سيقدم مستوى عالي ويكون في مستوى المباراه والمناسبه. والإصرار كبير، الرغبة كبيرة، الحماس موجود، الشعور العام إن شاء الله نحن سندخل المباراة بإذن الله فائزين، وهذا شيء يعني لمسناه في مباريات ماضية وحصل لله الحمد. الآن الفريق في أفضل حالاته على مستوى الاستقرار، على مستوى الاستعداد، على مستوى العمل الميداني داخل التمارين، في عمل على مستوى كبير جداً. الباقي انه التوفيق من رب العالمين، يعني في كره القدم ما تستطيع ان تضمن. يعني شاهدنا الهلال قدم امام فريق الاستقلال في الرياض مباراه، يعني انا من متابعه الهلال من سنوات طويله لم اشاهد الهلال يلعب امام فريق ايراني بهذا الخبر اللي معروفه بالخبره والتجربه والقدره على الوقوف في المرمى في الملعب بشكل محرج لفريق الخصم، لم اشاهد الهلال يلعب بهذا المستوى من التحكم والضغط والسيطره وصناعه الفرص مثل مباراه الاستقلال، وفي النهايه خسرت. فهذه كره القدم، ولذلك لم تكن بالنسبه لي انا يعني لم تكن يعني محزنه الخساره. صحيح انه كخساره كره القدم محزنه، لكنك انت قدمت اقصى ما لديك، لم تكتب لك المباراه. هذا الشيء اللي يعني خلى الثقه موجوده في احنا نفوز في مباراه ايران، وبالفعل كسبنا المباراه. انا باذن الله انه ان شاء الله في مباراه الغد انه نحضر في افضل حالاتنا وبحضور الجماهير الهلاليه وبتوفيق رب العالمين انه ان شاء الله يكون التاهل لمباراه الغد باذن الله. فهد، على الورق فنيا الهلال والعين، شوف أخوي تركي، خلينا نتكلم بصراحة. رغم أهمية البطولة للهلال، إلا أن ما جعل الهلال في هذا الموقف، والحمد لله أن الهلال إلى الآن بيده أنه يتأهل، هي الأخطاء الفنية اللي ارتكبها زلاتكو. أعتقد أنه من البداية من مباراة العين، نحن نعرف العين أنه نقطة الضعف فيه هو الدفاع والحارس، لديه وسط جيد، لديه هجوم جيد، لكن الحقيقة نقطة الضعف كان عنده. فأعتقد أنه التشكيلة اللي بدأها في مباراة العين كانت هي السبب الحقيقي في إخفاء الهلال في هذه المباراة. ثم أضافة على أنه عناده الأساسي في مباراة الاستقلال مهما كان قدم مستوى، إلا أنه ما هو الهلال اللي يبدأ بالطريقة أو بالتشكيلة أو بالتوظيف اللي احنا شفناه في مباراة الذهاب. ثم شاهد العكس في مباراة إيران، كيف الفريق بدأ مهاجما وبدأ بالعناصر والتوظيف الجيد للفريق، أظهر الفريق الهلالي بهذه الطريقة. أنا بتصوري أن الهلال سيتألق تموره يعني بكرة إن شاء الله لعدة أسباب. الهلال يعني دائما في الأوقات الصعبة يظهر نادي الهلال، وزي ما شفنا في مباراة الفريق الإيراني الأخير، كثير من المصابين يتخوف على الهلال من إعادة اللعيبة المصابين، لا يكونون مهو جاهزين، واللي يتمنى إن شاء الله أنهم يكونوا في كمالية جاهزيتهم. الفريق العين ليس في ذلك الفريق الصعب أنك ما أن الهلال ما يقدر يكسبه، لكن إذا أحسن زلاتكو في الاختيار وفي التوظيف داخل الملعب، أنا بجهة نظري أنها ستكون مباراة سهلة، مباراة مصيرية للهلال بكرة. لا أستبعد يعني وقوف جماهير الهلال، جماهير السعودية مع الهلال بكرة في أنه يتعدى هذه المباراة. نعرف أنه لو فاز الهلال 2-0 معناته أنه تأهل الهلال إلى دور
يعني الى المراحل المتقدمه. فانا اللي اشوف ان الفريق العين ما هو فريق ذاك الفريق الصعب، خاصه اذا قدرت اني اجيب اسلحتي وتوظيفي الجيد، لان لا ننسى ان نقطه الضعف في فريق العين هو الدفاع والحراسه. طيب خلينا نشوف تركي، يعني معليش انا ودي اسال فهد، يعني كان يقول انه زلاتكو اخطا وفي مباراه الذهاب وفي مباراه الاياب عدلها، ما كان في تغيير التشكيل نفسه لمباراة الذهاب باستثناء يمكن هذا إصراره وعناده، لأنه كان لاعب بدون مهاجمين في مباراة العين. لا لا أنا أتكلم على مباراة الاستقلال، ما تغير شيء اللي في الرياض واللي في إيران نفسها، هم نفس لا كيف باستثناء ياسر الشهراني لعب في الظهير، هي لاعب واحد يعني ما فيه لا لا ليش وسلي ما لعب؟ وين؟ في ايران لعب الا اي ايوه لعب ضد في الرياض في الرياض لا لعب من البدايه كان لاعب اي فانا كان في امكان لاعب الشلهوب في المباراتين الاولى، يعني كان لاعب راس حربة واحد يعني لا تنسى مباراة الشلهوب كانهم يعني لاعبين نص محسوبين على نص اكثر من المهاجم، انت لما تلعب على ارضك اللي خارج الفريق صعب يعني يجزم، يعني هو ممكن يقول وجهة نظر لكنها ليست جازمة، لأنه بعيد عن لا يتابع تمارين، لا يدري عن حالة اللاعبين، لا يدري عن أي شيء. مباراة العين الجميع يعرف أنه هي لعب 120 دقيقة قبل 3 أيام، وكانت يعني انتصار قصدي بعد فوزه على النصر. دائما المباريات اللي بعد البطولات تكون تستنزف أنه خلاص الفريق يدخل مباراة بارتياح كامل، يعني أنا كنت موجود مثلا في مباراة العين الأولى، كنت كان يتفرج على مباراة ودية، يعني كانت نشوة مباراة بطولة كأس ولي العهد والفوز فيها بعد أسبوع حافل من الشد والجذب والخسارة أمام الشباب، فكانت هذه وصلت باللاعبين لقمة النشوة النفسية، حتى الجماهير حتى الناس، حتى كثيرين ما كانوا زعلانين من مباراة العين اللي خسرها الهلال في شو اسمه العين، لأنها مباراة ضمن مجموعة، وبالتالي ما أعتقد أنها كانت مقياس. بقية المباريات الفريق يسير بشكل متصاعد ويؤدي بشكل أكثر ممتاز وعمل على مستوى عالي جدا. مهما كان الضغط عبد الكريم، يعني مهما كان هذا الضغط، أنا بوجهة نظري مهما كان الضغط عليك ومهما كان كثرة المباريات، الصورة اللي ظهرت بها أمام العين لا يسمح لك بكيان الهلال وفريق الهلال وما يملك الهلال أنك تطلع بهذه الصورة. ما فيها شيء، يعني كرة القدم يعني كرة القدم أنت تعرف أنه في بعض الأحيان تكون في أفضل حالاتك قبل المباراة، وتدخل الملعب تلاقي نفسك في أنت في يومك. هذه أشياء يعني في كرة القدم قد تحصل، ما فيها ما تتفوق، ما في شيء اسمه 1+1=2. أنا معك، لكن أنا معك بشكل عام الأمور النفسية كانت بالفعل. أنا ما أقدر أغير رأيك في هذا الموضوع، لكن أنا أقول إذا أنت قدمت ما عليك وما فزت وما كان حظك كويس، صحيح، هذاك الوقت تقول هذه كرة القدم. وهذا اللي صار في مباراة الاستقلال في الرياض، إنه أنت 80 دقيقة ماسك الملعب على باب واحد وفرص، لكنك خسرت. أنت متوقع من قبل المباراة إنك هتمسك المباراة، لأن حيلعب معك مدافع لاعب الإيراني. كان يلعب على هجمات مرتدة على أرضه خارج أرضه، زي ما أنت لعبت في إيران مهاجم. إيه؟ هل يعقل في أرضك في تلعب مدافع بطريقة معينة؟ بس بالمنطق هذا بالمنطق هذا تلعب على خارج أرضك مدافع. ترى في فريق سعودي ثاني بكرة بيلعب. خلنا نتكلم عنه. إن شاء الله أن تكون يعني جولة، إن شاء الله تكون جولة نفس الجولة اللي راحت فوز الفرق السعودية كلها. ومسعدة لجميع الجماهير، وأيضا تعطي انطباع أن كرة القدم السعودية بدأت يعني تشارك. أنا متأكد أن الهلال لن يفرط في مباراة بكرة. طيب. بإذن الله إن شاء الله. خلنا نشوف الأهلي. تفضل تقرير الاهلي والشباب ايضا في قطر، متى مباراه الشباب بكره؟ شوف تقرير الاهلي واقول لك الحين. شوف تقرير الاهلي والغراف. ضمن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا، يحل فريق الأهلي السعودي ضيفا ثقيلا على الغرافة القطري. في مباراة لحساب الجولة الخامسة يستضيفها استاذ ثاني بن جاسم بنادي الغرافة. يدخل الأهلي السعودي اللقاء وهو في المركز الأول ب12 نقطة جراء فوزه في جميع لقاءاته الأربع السابقة، والتي ضمنت له التأهل رسميا للدور ثمن النهائي. الفريق الأهلاوي قدم في هذه البطولة مستوى مميزا للغاية، أثبت من خلاله قدرته على المنافسة كما كان العام الماضي عندما بلغ المباراة النهائية. محليا لم يتجاوز الأهلي المركز الخامس رغم تقديمه لمستويات جيدة، لذا سيكون اهتمام الفريق غدا في إتاحة الفرصة لعدد من العناصر للمشاركة وللوقوف على مستوياتهم قبل خوض المنافسات المقبلة. في المقابل يطمح الغرافة للخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير لإعلان تأهله رسميا. مباراة الفريقين في الذهاب أقيمت في مكة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.
فهل يواصل الأهلي تفوقه أم يثأر الغرافة لخسارته ويخطف الصدارة؟ فهد، الأهلي والغرافة الشباب يقولون بقى نقطة ويخسر، بقى نقطة بس إنه ويحرص على إنه يأخذ العلامة كاملة، يعني لأنه كان فائز كل مبارياته. الحقيقة الأهلي أنا أشوفه يعني كأنه فريقين داخليا وخارجيا. الأهلي يقدم مستويات كبيرة على المستوى الأسود نتيجة ومستوى، يعني بأهداف ما شاء الله تبارك الله غزيرة في كل مبارياته. أعتقد أن الأهلي ما هو جالس يقدم ما يملكه على المستوى المحلي، وقاعد يقدمه في المستوى الآسيوي كأنه له هدف معين في البطولة. أنا أشوف أن الأهلي والشباب آسيويا لهم أهداف وطموح أكبر من أنه يكون على المستوى المحلي. هذا ما هو عطفا على ما يقدمونه داخليا أو بصورة عامة. تشوف هذا الشيء الأهلي يعتقد عودة فكتور وتيسير. الأهلي يملك مجموعة الحقيقة أنه مرشح أنه يوصل إلى أبعد في كأس آسيا. بكريم، والله وضع الأهلي يعني مطمئن إلى حد كبير، يعني لا على صعيد النقاط ولا على صعيد المستوى الفني ولا على صعيد المقارنة بفرق المجموعة. يعني المجموعة من حظ الأهلي والغرافة أنه السبهان الاستقلالي في أسوأ حالاته، يعني لأول مرة يشارك في دوري أبطال آسيا بهذا المستوى، خسر من الأهلي ومن الغرافة بالثلاثة والأربعة، الفريق بعيد عن المنافسة، فمسألة الصدارة محسومة. ولذلك مهم جدا أنه الأهلي يواصل مشوار الفوز على الصعيد الآسيوي، يعطي قوة للفريق، يعطي خبرة، يعطي تجربة، يعطي يعني إضافة للاعبين في مسألة اللعب خارج المملكة والقدرة على التنافس، وهذه تساهم في أنه الفريق يكتسب خبرة تنقله إلى مستويات أبعد. واضح أنه الأهلي آسيويا استفاد من الموسم الماضي من التجربة الآسيوية. بالتأكيد وصول الأهلي للنهائي كان يعني خطوة مهمة جدا، والآن قاعد يصير بشكل أكثر ممتاز في البطولة، وبالتالي يعني هذه هي الفائدة المشاركة الخارجية. وأنا أذكر يمكن أني قلت لك العام الماضي في البرنامج هذا لما كان الأهلي متردد أنه ما يركز على الآسيوية، وكان في كلام أنه حيشارك في الآسيوية في الدور بالصف الثاني وكذا، فأنا قلت أنه الآسيوية هي الأساس، لأن هي المشاركة الخارجية تعطي خبرة، تعطي تجربة، تعطي يعني نضج للفريق، وهذا الشيء اللي صار من الموسم الماضي. ولذلك إن شاء الله أن الأهلي يعني ينجح في حسم المباراة ويعني الاستمرار في صدارة المجموعة والوصول لأبعد نقطة بإذن الله. الله كريم. خلينا نشوف، نروح الفاصل، بعد الفاصل راح ينضم معنا عثمان الغسل. يحل فريق الأهلي السعودي عند الساعة 6:30 ضيفا على نظيره الغراف القطري على أرض ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة. وفي لقاء آخر يستضيف الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي عند الساعة 8:50 على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز. الأخصائي عثمان القصبي يكشف تفاصيل التهابات أغشية القدم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية بكريم الجاسر وفهد الهريفي، وينضم معنا عثمان القصبي. أهلا عثمان. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك، مساء عليكم، مساء ضيوفك الكرام، مساء المشاهدين. أهلا وسهلا. وش عندك؟ لاحظ أن عثمان القصبي خلاص صرت مشهور معروف، ما عاد يعرف فيك. خلاص المعروف لا يعرف. ما عاد قال لا هو متوهق في التايتل بس بيني وبينك. أيوه شفني واسمه طويل يا أخي. أجلس تحافظه. هلا عثمان، إيش عندك اليوم؟ اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن اصابه التهابات اغشيه القدم، او اللي تسمى باللفافه الاخمصيه، اللي تجي في اسفل القدم. الاخمصيه من اخمص القدم. من اخمص القدم، نعم. طبعا احنا تكلمنا الفقره اللي راحت تكلمنا عن رياضه الجري واخطاء الكثيره تحصل وقت
رياضة الجري، وطبعا تعرف أنت الجري يمارسه تقريبا كل الرياضيين في مختلف الألعاب، فكنا حبينا أن احنا نأكد على هالكم نقطة. خلينا نأخذ مقدمة طبعا عن الإصابة نفسها. الإصابة تعتبر يعني حسب اللي هي التقديرات الجمعية الأمريكية، حب دائما احنا نبدأ بالإحصائيات، أنه تقريبا هي تصاب أكثر من يصاب فيها أكثر من مليون شخص. طبعا تشكل من يعني كامل إصابات الجري من 15 إلى 17% من الإصابات التي تحصل في الجري. 70% من سبب حدوث الإصابة هي طريقة التمرين، يعني طريقة الجري أو زيادة المدى، زيادة نسبة التمرين. يعني خلينا نقول مثلا واحد متعود يركض مسافة معينة وفجأة زادها من غير لا يحسب المعدل حق التدرج الصحيح. السبب الثالث هو طبيعة الحذاء الله يعزكم اللي يستخدمه الرياضي، سواء كان حذاء غير مناسب أو الأرضية اللي هو يستخدمها أو اللي قاعد يجري فيها هي أرضية غير مناسبة. طيب خلينا نجي إلى كيفية حدوث الإصابة. طبعا القدم هي، لو شباب يعرضون الفيديو الأول، القدم هي عادة مرتبطة ب يعني زي الأربطة تربط الكاحل أو الكعب في أصابع من يعني من الجزء السفلي من الباطن، من الباطن من تحت، زي ما هو واضح عندنا الآن في الفيديو. طبعا شلون يحدث الالتهاب؟ يحدث الالتهاب لما يكون في عندي يعني مو ستريس، احنا نسميها اللي هو ضغط زائد على هذه المنطقة، مجهود زائد على هذه المنطقة بشكل أكثر من اللازم. اللي يحصل انه تلقى انه المنطقة هذه من منشأها اللي بان معانا اللي هي عند الكعب يبدأ يصير فيه إجهاد، ويؤدي إلى أنه يحصل فيه زي التمزق البسيط في الأربطة هذه ويؤدي إلى الالتهاب. هذا الالتهاب يكون في البداية بسيط وبعد فترة يتفاقم ويسبب لنا المشكلة. ربنا سبحانه وتعالى خلق القدم بشكل هندسي جدا رائع، فيها بحيث أنها لما تضرب في الأرض يكون فيها زي التفلطح، تمتص الصدمات وترجع مرة ثانية، وهذه بسبب الرباط هذا. إذا تأثر يتأثر عندي غالبية الحركة. أسوأ سيناريو للإصابة لهذه وش يصير يعني؟ والله يا أخي كسر. قبل يومين جاني واحد يقول لي وأنا أركض كورة سمع الطقة ورجلي انتفخت، فأنا كنت أسأل انضربت جاك أي إصابة؟ كان معي الدكتور نادر الله يمسيه بالخير جراح القدم، فقعد نتكلم مع بعض، قال يا أخي ما قد سوى ما جاني شيء. لما سوينا له أشعة رنين اكتشفنا أنه في عنده كسر في العظمة اللي فوق الغشاء هذا، فعلى طول سألنا عن الجزمة، كان عنده مشكلة في الجزمة اللي يستخدمها. يعني هذا واحد سليم. هذا علاجها جراحي ولا علاج طبيعي؟ حينحط في جبس، لكن حياخذ فترة يعني تقريبا، يعني ياخذ تقريبا الى 6 شهور اذا كان، لانه الكسر جاي بشكل عميق. 6 شهور في الجبس؟ 6 شهور لا، حيفك الجبس بعدين 6 شهور الى انه يتأهل، لانه العظم كان متأثر كأنه يعني كسر عميق، وهذا من الكسر المنطقة هذه ما يجيها دورة دموية جيدة، فتحتاج الى جزء من الوقت ويعني تدريج في العلاج. هذا كله بسبب حذاء؟ بسبب الحذاء حق. يا ساتر. فهي من الإصابات اللي احنا يعني شائعة وتجي عند كثير من الناس، لكن نحب ان احنا يعني ننبه عليها لانها جدا مهمة، خصوصا احنا نستهدف زي ما تكلمنا في بداية الموسم بعض الرياضيين واللاعبين. طيب لو نشوف الفيديو الثاني، زي ما قلنا انه يحدث في عندي انا ستريس او ضغط على هذه الالياف. الالياف هذه عاده متغذيه بدوره دمويه ومتغذيه فيها انسجه ضامه بحيث انها تعطيني الالاستيسيتي او اللي هي المرونه اللي هي موجوده. اذا بدا يصير في عندي القطع هذا، كل ما تزيد عندي الإصابة، يعني كل ما تتكرر الإصابة يصير في عندي مشكلة تليف، وأحيانا تسمى بالتكلس، يصير في عندي تكلس في الوتر. هذه نشوفها كثير في الأربطة، نشوفها كثير أحيانا حتى في أربطة الكتف. زين، يصير في تكلس. معنى التكلس أنه يبدأ العظم يبني على الوتر. هذه معلش ولا قاطع، يصير في يتسمى نزيف داخلي، يعني مع الإصابة. مع الإصابة أينا. يصير في نزيف داخلي هو اللي يسوي التكدس. نفس القطع اللي يصير في الرباط هذا يؤدي إلى أنه العظم يحاول يبنيه، يحسب أنه زي عظم
مكسور، فهذا مع الوقت يبدا يتكلس ويتليف ويصير عندي مشكله ثانيه وتصير مشكله مزمنه اكثر. طيب طبعا نشوف المقطع الثالث لو سمحتم. ممكن يصير فيها تشوه هذه بعض المرات؟ اي نعم يصير في تشوه، يصير في شيء احنا نسميه مناقير عظميه، تصير زي يصير زي العامه يسمونه مسمار عظم، يصير في الرجل اللي هو الان حيبان معانا في الفيديو هذا. لو تشوفه كيف مع الوقت يبدا يبني عندي زي العظم في هذا اللي يطلع فيها التشوه، اي يبدا يصير في زي التشوه هذا، يصير تخيل انت في مسمار في رجلك كل طول ما تمشي يعني عظم هذا طالع، اي هذا يبدا يصير في عندي المسمار يطلع من الجلد، لا يطلع مو من العظم، يصير من جوا بس بين الجلد عليك وبين العظمه، فيكون مزعج في كثير من الأحيان، ويأثر على الفات باد اللي هي زي الوسادة الدهنية اللي تكون تحت الكعب بين الكعب والجلد، هذا ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان تمتص الضربات اللي تجي على العظم، وهذا لازم عملية جراحية. هذا إذا كان مزمن يأخذ عادة إبر إنجكشن ستيرويدز إنجكشن اللي هي الكورتيزون، إذا ما تحسن قد يحتاج إلى تدخل جراحي بأنه يسوي لها ريسكشن أو يعني يشيلونها. طيب كيف نشخص الإصابة؟ تشخص الإصابة بشكل بسيط بالتاريخ المرض اللي يعطينا يا المريض، يقولك المريض أنا والله عندي ألم، خصوصا أول ما أصحى من النوم أول كم خطوة يحس إن ألم مرة شديد، حرقة في رجلي، لما أمشي شوي الألم يتحسن. هذه من الأعراض. أعراض يجيني الألم بعد الركض، الحرقان، البيرنينج سنسيشن، ولما تيجي تفحص المريض فقط تسحب القدم للأعلى تبدأ يحس الألم في نفس المكان. وبعدين وقت الضغط أضغط على الكعب يبدأ المريض يقولك والله أنا عندي ألم في هذه المنطقة. طبعاً إحنا قلنا يحتاج الفحص الأشعة أحياناً عشان يعني نشخص إذا كان في عندي تكلس في العظم، أو إذا كان مسمار العظم هذا طالع أقدر أنا أشوفه في الأشعة. فإذا الأشعة من الأشياء المهمة اللي إحنا نسويها. طيب نجي على عوامل تزيد الإصابة أو عوامل الخطر من الإصابة. طبعاً نشوف الفيديو رقم 3. أو أهم عامل اللي إحنا دائما نشوفها عند كثير من المرضى اللي هو نسميها التفلطح القدم، أو اللي هي التسطح القدم. أي نعم، التسطح القدم يؤدي إلى زيادة التوتر اللي يكون موجود على الرجل، وهذا يؤدي إلى مشكلة في ميكانيكية حركة الرجل. يعني تخيل إنه أنا الأوتار هذه دائما مشدودة وأنا على طول قاعد أمشي عليها وأزيد الضغط عليها، فنزيد من احتمالية الإجهاد اللي يكون عليها. انحراف القدم للداخل أثناء الجري، نشوف فيديو رقم 4 إذا ممكن. حنرجع الفيديو هذا، هذه التمارين العلاجية. طيب الأشياء الثانية إحنا دخلنا في العلاج. الطريقة الأولى هي الفيديو الأول كان هو تمارين الإطالة، أي اللي هو هذا الفيديو. هذه عبارة عن 3 تمارين أحب دائما أعطيها المصاب، أقول تعمل لي التمرين الأول، هو عبارة عن إطالة العضلة اللي هي الرجل الأمامية، الحين هي اللي قاعد تسوي التمرين، تصير أصابعك ضد الجدار وتحاول أنك تقرب، تحس في إطالة في عضلات الساق الخلفية أو اللي يسمى بالعامية بالبطات. تكرار التمرين هذا لمدة 30 ثانية 3 مرات في اليوم أول ما يصحى الواحد من النوم وقبل لا ينام يساعدك كثير في أنه يعني 80% من الأعراض الألم تخف. الكثيرين من الناس معلش أقطع عليك أنه ما يسوي هالتمارين إلا قبل الجري. اي طبعا هي كويس ان الواحد يسخن قبل الجري، لكن اذا كان عندي انا مشكله في تركيبه القدم، في مش في تركيبه القدم يعني في شكل القدم اللي مثلا عنده فلات فوت او الرجله فيها تفلطح، ويسخن يعني ساعتين ويستخدم حذاء خاطئ، هذا عنده مشكله. الفيديو اللي بعده بيورينا انه احيانا نحتاج ان احنا نحط انسولز اللي هي فرشه في الحذاء عزكم الله. هذه الفرشة راح تساعد كثير في تخفيف الضغط على القدم، وبالتالي يصير في عندي أنا يعني ميكانيكية رجلي راح تكون بشكل أفضل. طيب. ويساعدني كثير في أنه أنا أتحكم. خليني معلش أثمان أقاطعك، خلينا نروح للفاصل وبعد الفاصل نعود ونكمل معك. سب شو رأيك؟ سب خلينا نروح الفاصل وبعدين نرجع. على
عبد الله الشيخي يضع الفتح ونور النصر في صدارة المشهد الرياضي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. نرحب بمستمعتنا في المملكة العربية السعودية بكريم الجاسر وفهد الريفي وعثمان القصبي, هم ضيوف حلقة اليوم. نكمل معك عثمان. احنا في آخر محورين, محور عوامل الخطر وعوامل زيادة الإصابة. احنا قلنا انه زيادة المجهود الخاطئ, يعني الأحمال التمرينية الخطأ, وهذه يعني بالنسبة في النوادي او يعني للشخص المحترف انصح دائما انه يكون مع اخصائي اللياقة او مدرب اللياقة اللي معاه, لانه لابد احمال الرياضية زي ما دائما نعيد لابد انها تزيد بنسبة 10% كل اسبوع مو باكثر, سواء ثقل او مسافة. اختلاف طول الارجل, في بعض الناس يكون عنده فرق في الرجلين فيضطر انه يحمل رجل اكثر من الثاني, وهذا بالتالي تزيد عند المشكلة. طبعا السمنة من العوامل اللي تزيد, انه انت قاعد تزيد ثقل على الرجل. اللي يشتغل في اعمال يحتاج انه يوقف لمدة طويلة مثل المدرسين او يعني الاشخاص اللي يوقف في المدة طويلة, خصوصا اللي يلبس عزكم الله نعال, ما يكون لابس يعني شبشب, ما هي بجزمة فيها دعامة, فهذه برضو ممكن تزيد عند الاحتمالية. قصر عضلات الفخذ, عضلات الساق الخلفية, هذه برضو من الأشياء اللي البطاطة ما تكون قصيرة, ناس تشتغل كثير تقوية 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 ولا يهتم في الإطالة, يؤدي إلى أنه القدم تصير يعني فيها عدم مرونة ويزيد من الضغط اللي يجي على الوتر. نجي إلى العلاج. طبعا دائما احنا نقول أي إصابة تجي للاعب لابد أنه يستخدم تكنيك اللي احنا سميناه رايز بالإنجليزي, أو رز اللي رايز الرست الراحة, الآي الإليفيشن او الايس عفوا اللي هو الثلج, زين الاليفيشن اللي هو رفع الرجل, والكمبريشن اللي هو الباندج الضاغط. الشغله الثانيه هي نستخدم الانسوز او اللي هي الفرشات او الحشوه, الحشوه هذه اللي تكون في تحت الرجل, وبالتالي تخفف من الضغط, سواء كان عندي انا مسمار عظمي او كان عندي التهاب في اغشيه القدم. زي ما انت شايف ترفع شويه من القدم وتساعد كثير في انها تقلل من الالتهابات اللي تكون موجوده. المقطع اللي بعده لو ممكن شباب يورينا, اللي هي الشريط اللاصق, تكلمنا عنه مع زميل ماهر الفرحان. هذه من الأشياء الآن نشوفها مع اللاعبين, فائدتها أنها تشيل اللود, تشيل الحمل من النسيج الضاغط هذا أو من الأربطة, وبالتالي تقلل من الضغط اللي يكون على الرابط, يعني تصير تدعم الأنسجة الضامة. أنا شايفه يحطه الأصابع ممدودة ورجل ممدودة. نعم. يحطها في وضعية يعني الرجل الفاشية أو الأنسجة ممدودة, وبعدين تحط فوقها اللزق, فايش يصير لما ترخي الرجل اللزق يسحب معك شوي, فيعمل احنا نسميها اللودينج أو يشيل اللود من القدم. طبعا زي ما قلنا انه لابد انه احنا نعطي مجموعه من النصائح في النهايه, خمس نصائح لاي رياضي او اي شخص يعاني من هذه الاصابه. لا تتجاهل الالم, حاول انه ما يكون في تجاهل الالم, خصوصا اذا كانت الام متكرره لابد انك تستشير, يا يعني استشاري جراحه عظام, او يعني اذا كنت لاعب تستشير طبيب النادي واخصائي العلاج الطبيعي, او اذا كنت شخص عادي لابد انك تراجع عياده العظام, نتأكد من يعني إيش السبب. الشيء الثاني اللي إحنا نركز عليه استخدام الأحذية, وإن شاء الله حنسوي تقرير عن أنواع الأحذية اللي الواحد ممكن يستخدمها. طبعا الواحد يختار برنامج التدريبي بذكاء, يعني لا تكون مندفع في تمارينك وأحمالك الرياضية لأنه ممكن تأثر على جسمك بشكل سلبي. الراحة في حالة مهمة في التمرين, يعني ما في شيء اسمه يوميا تمرين بحمل عالي, بده يكون في راحة. طبعا الجري بالطريقة الصحيحة اللي احنا شرحناها في المرة الأولى, ممكن نرجع للتقرير السابق ونشوف طريقة الجري الصحيحة. وطبعا أي أسئلة من هنا لين موعد حلقتك معنا يقدر يتواصل معك على تويتر الخاص فيك. ممكن يتواصل عن طريق تويتر, ممكن نخلي الشباب في حساب البرنامج يعني ينزلون الحسابي وأنا حاضر في أي وقت. دائما اللي يبغى يتواصل مع عثمان ريتويت لحساب عثمان فيصل يسمعنا, واللي عنده أسئلة عامة يقدر يتواصل مع عثمان, هي فقرة بسيطة, واللي عنده أشياء كثير يقدر يتواصل معنا. الحقيقة عثمان باقي دقيقة. عثمان أشار لنقطة مهمة, أن تأثير الأرضية على الإصابة. أنا بهالمناسبة الحقيقة أدعو الرئاسة العامة رئاسة الشباب وإدارة الشؤون الفنية في النظر في موضوع الملاعب الموجودة في ملعب الرياض, ملعب جدة اللي هو المضمار, لأنه اللاعبين يسخنون
خلف المرمى وهذا منطقة يابسة. فاللاعبين يشتكون جدا لما تجي عملية الإحماء، بعض الأحيان تقعد 20-25 دقيقة تسوي عملية إحماء إلى ما يطلبك المدرب. الأرضية ناشفة جدا، مشكلة صحيح، ويتأذون منها. فيجب أن على الأقل المنطقة هذه تكون منطقة مزروعة للتسخين. صحيح. منطقة الإحماء هذه يجب أن الجزء لا يتجزأ من الملعب. صحيح. لكن للأسف أنه هي مضمار ناشف، كأنه ملاحظة. نتمنى أنه مثل هذه الأمور ذي يكون فيها يعني اهتمام في كل ملاعب المملكة مو بس المنطقة. ويزيد شكرا جزيلا لك. الله يرضى عليك، شكرا لك. عثمان شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، تشرفت الله. فهد شكرا جزيلا الله حي. تروح وتجي بالسلامة إن شاء الله. وعدنا غدا إن شاء الله 11:30 في أمان الله. سرعة الانترنت حتى 40 ميجا مجانا مع جوث 3. كن معها إطارات هانكوك. لا حدود للقوة مع فوكس سوبر جي تي. شباب تبون تضعفون سرعة الانترنت وببلاش؟ أكيد. بداية الشوط الثاني توقف نبض الحياة في نص الكرة الأرضية لأجل متابعة قطبية الكرة الأوروبية. تمرير ممتاز وفرصة ضائعة يدخل منطقة الجزاء تسديده وجول. رمى مرة دروانة. ضاعف سرعة الانترنت حتى 40 ميجا مجانا مع جوث 3. خليجية، كونك بلونك. آلاف الحوادث والقضايا، مئات المترقبين، وعندما تضيق السبل لوصول الشكوى نفتح الأبواب على مصراعيها، نراقب أصغر جزء من القضية بجرأة، بتمكن، بمصداقية. فريق يعمل لإيصال الحقيقة للمسؤولين، للمواطنين. لا نحاول أن نكون عين الرقيب، أو ما عندنا رغبة تشفي في أي وزير أن تصيد أخطاءه، بل نرقى لنكون عين المواطن. يا هلا، صحيفة تسرد أهم التفاصيل كل مساء مع علي العلياني من السبت إلى الإربعاء الساعة 8:30 مساء على خليجية. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. لكل ما تتمناه الأهلي أهلها.